بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 للحفاظ على صحة وسلامة الجميع خلال شهر رمضان وقرارات سعادة وزيرة الصحة بشأن الإجراءات الاحترازية في ذات الشأن، أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعميما لجميع المنظمات الأهلية للتذكير بضرورة الالتزام بتنفيذ التدابير الوقائية المعلنة في هذا الخصوص خلال الشهر الفضيل، وأهمها تطبيق جمع زكاة الفطر إلكترونيا، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الجميع. وأوضحت مديرة إدارة دعم المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السيدة نجوى عبد اللطيف جناحي أن الوزارة بادرت بإرسال خطابات عبر البريد الإلكتروني لجميع منظمات المجتمع المدني التي تخضع لإشراف الوزارة.